إذا للحديث عن واقع السجون الحكومية في العراق والمخاوف من انتشار مرض التدرن الرئوي ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أستاذ ضياء مرحبا بكم، يعني في اليوم العالمي لحقوق الإنسان معهد التدرن التابع لوزارة الصحة يحذر من انتشار مرض التدرن الرئوي في السجون الحكومية. أمام هذا الإعلان أستاذ ضياء، كيف يمكن أن تقيم أوضاع المعتقلين داخل السجون الحكومية؟ بالبداية تحياتي للجميع والسلام عليكم. مرحبا. حقيقة الأمر مثل ما شرحته، أنه كل المنظمات الدولية الحقوقية تنادي بحالة السجون في العراق، لأنه كثير من السجون زاروها كثير من المنظمات الإنسانية والحقوقية للعراق، وتعاني ما تعانيها السجناء في هذه السجون من قلة الأدوية ومن قلة العناية ومن قلة الغذاء. هذه العملية أنا أتوقعها متقصدة من الحكومة العراقية، وهي متقصدة من ناحية الحالة الصحية ورعاية السجناء في هذه السجون الحكومية، ما عدا أنها السجون الغير حكومية اللي تابعة للميليشيات والأحزاب، هذه لا توجد عليها رقابة أبدا. طيب. الأمر الذي يعني ممكن واحد ينادي به الحكومة العراقية أو وزارة العدل هي المسؤولة عن السجون في العراق، يعني هل تجرون زيارات إلى هذه الأماكن؟ نعم. هل عرفت أنه كم عدد الساكنين في الردهات الموجودة للمعتقلين؟ هل أنتم لاحظتوا البرنامج الإنساني الذي يدار من قبل المؤسسات في السجون؟ يعني من الرياضة، من الخروج ساعات في الساحات. هذه العملية في السجون العراقية يستعملوها ضد السجناء لانتهاك حقوقهم والابتزازهم. هذه الحقيقة في الأمر الواقع، لماذا يحدث في هذه السجون؟ هي عملية ابتزاز وإهانة السجناء الموجودين في هذه السجون. نعم. طيب أستاذ ضياء، ما الذي يمنع وزارة الصحة من القيام لنقل حملة لتحسين الواقع الصحي للسجناء في العراق؟ هي مجرد تحذر، يعني ما الذي يمنعها من القيام بحملة لتحسين واقع السجون؟ الحملة الذي يمنعها هي الحكومة العراقية والميليشيات، هذه اللي تمنعها. نعم. لأنه الأمور الموجودة في السجون أمور سيئة إلى درجة، إحنا نعرف حتى بعض السجناء الذين يملكون الأمراض المزمنة والذي عندهم أمراض المزمنة لا يمكن الحصول على الدواء، لأنه الدواء المستمر يعني لربما أن يفيد هذا الشخص وينصح هذا الشخص، هذا الدواء للأمراض المزمنة ممنوعة من عندهم ولأسباب عدة، حتى صارت فيها وفيات كثيرة في سجون الناصرية في الحوت. نعم. حدث السجون بسبب الأدوية. يعني طيب. هذه العملية احنا نعلم بها، ولكن الحكومة العراقية هي أنا والله ما أعرف إيش قاعد تعمل، هي ملتهين بسرقة أموال الدولة. طيب أستاذ ضياء، إذا أردنا تحميل المسؤولية في يعني المسؤولية الكبرى، من يتحمل مسؤولية وصول أوضاع المعتقلين في العراق إلى هذه الحالة الصحية السيئة، خاصة أن هناك تقارير حقوقية تتحدث عن وفيات بسبب سوء الحالة الصحية؟ اللي يتحمل المسؤولية بالتأكيد هي الحكومة العراقية والمسؤولين عليها من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وكلهم هم مسؤولين عن هذه الحالة، بالإضافة إلى 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 الموجودين المشرفين على السجن، على السجون المشرفين على السجون أيضا يتحملون المسؤولية، لأنه هذه مسؤولية إنسانية ولا يمكن أن يتغاضى عنها المجتمع الدولي بما يحدث في هذه السجون، ولو المجتمع الدولي سد عيونه بالنسبة للعراق. بس بغض النظر إذا تبدلت الحالة السياسية في العراق وتبدلت الحالة السياسية بوجهة نظر المجتمع الدولي للحكومة العراقية، راح يختلف الأمر تماما. أستاذ ضياء، أمام هذا الاكتظاظ والانتهاكات ضد حقوق الإنسان خاصة في السجون الحكومية،
ما الذي يمنع السلطات من أن تصدر عفوا عاما أو يعني على أقل تقدير إعادة محاكمات المعتقلين مع أنها تعرف وضوح الشمس أن معظمهم تم اعتقالهم بناية على تهم كيدية ووشاية من المخبر السري؟ أنا أضيف لك فقرة أخرى. نعم. أنه قسم خلصوا المحكومية المحكومين الذي حكم بها ولحد الآن موجودين في السجن الاحترازي. أنا ما أفهم من جابوها هذه الصيغ، يعني الشخص خلص المحكومية عليه المفروض أن يخرج، وهذه عشرات من السجناء بهذه الحالة. الحالة السجناء في الوقت الحاضر حتى الاعترافات القسرية التي أخذت من السجن وحكم على أساسها. نعم. هذه أيضا حالة أخرى. والحالات الثانية موجودين معتقلين من سنين ولا يحالون إلى المحكمة، يعني هذه الحالات موجودة والحكومة العراقية تعلم بها، لكن الحكومة العراقية حقيقة لا يهمها هذا الأمر. كثير من الأمور الشعب العراقي لا يهم الحكومة العراقية. الحكومة العراقية ملتهية بأمور لمصلحتها ولفائدتها، ولكن ليست لمصلحة الشعب العراقي. من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكم.